يعني المفترض اخوكي في المسلسل ونيس كان فادي خفاجه و لازم تجرجرني لازم لا مش هتكلم طبعا. بس انت هل اتصلتي بيه بفادي؟ شفتي اللي حصل منه؟ يعني ايه اللي يخلي فادي يوصل لكده؟ انا حزينه بس حزينه وما عنديش كلام تاني اقوله. يعني صعب ان نتكلم، يعني احنا اخوات وعشره وما اتبسطتش، بس قد تكون غلطة، قد تكون في ساعة المخ فيها ما كانش موجود، غايب عن الوعي. الفكرة انها ما كانتش على قد الفيديو اللي طلعت، لا ده في بعدها فيديو اتنين وثلاثة ومشاكل معها احمد، مشاكل معها الموضوع على التيك توك وصل للردح لحد ما. بص انا مش متابعة، اقسم بالله ما متابعة حقيقي. انا اخر حاجة شفتها الفيديو لانه كان ترند ساعتها وبتاع، وناس كتير بعتت لي على الواتساب وناس كتير سالتني، فانا امتنعت ان انا اقول رايي سواء بالسلب او الايجاب. وما فيش ما ينفعش يعني يبقى بالايجاب يعني، بس كل واحد حر وكل واحد بيبقى مسؤول على الكلمه اللي بتطلع من بقه رايحه فين والمسؤوليه عليها ايه، فكل واحد يتحمل مسؤوليه اللي بيقوله. ما تواصلتوش طبعا من وقتها. شايفة لو عمل جماعكم مع بعض أول حاجة هتقوليها له إيه؟ ما أعرفش، ما يعني مش قادرة أقول، ما ظنش إن في عمل هيجمعنا، ما ظنش. ولو حصلوا جماعنا أتمنى إن هو يكون لما يجي عمل يجمعنا يبقى هو اتغير يعني، أو حصل استيعاب للي حصل يعني بشكل كويس، لأن هو مبتدي بداية محترمة جدا لازم نحافظ عليها. طبعا كل حد ليه ظروفه، بس ربنا يهدي الجميع يعني. هيكون عندك ايه تاني بقى الفترة اللي جاية وغير الفيلم كمان؟ وعايز اعرف التجربة مع عمرو عبد الجليل، مع لطفي، مع مصطفى كامل، كل الجروب ده تقول يا عمرو. احنا لسه ما صورناش، هنبتدي انا يعني ديكوري هيبتدي، ما اعرفش لسه ما تحددش يعني. انا جاية النهاردة في الافتتاح الفيلم. انا مبسوطة ان انا جاي اشتغل سينما كبداية، طبعا زي ما انا قلت ان انا ارجع تاني بعمل سينما دي حاجة كويسة جدا. الاستاذ مازن من الناس اللي انا حابة بجد اشتغل معاهم، ولان انا ما قابلته اتبسطت جدا وارتحت جدا في الـ في الـ في الـ في اول لقاء بينا. عمرو عبد الجليل طبعا مستنيه اشوف هيعمل ايه، طبعا كلنا اكيد بنقول كده. مستنيه اشوف مصطفى برده، يا رب يقدم اغاني ونسمع صوته فيها. مبسوطه بالكرو كله، استاذ لطفي لبيب معانا، ناس اعتقد الفيلم هيبقى متكامل في حاجات، عندنا الشق الكوميدي والرومانسي والاكشن، فيا رب ان شاء الله يوفقنا ويطلع حاجه تكسر الدنيا. يا رب ان شاء الله. انت اكشن ولا كوميدي ولا رومانسي ولا ايه؟ انا بعمل كل حاجه يعني، انا اكشن تلاقي، رقص تلاقي، كله، بس الناس مش عارفه كل المعلومات دي. اتمنى اعمل حاجه تطلع كل المدفون والله يعني. في حاجات كتيره مدفونه لسه ما طلعتش. ان شاء الله خير. سي ربنا يخليك.